عادي بنفس كل انسان بكل انسان، رغم كل المصاعب رغم كل الازمات اللي عم نعاني فيها بالجمهوريه العربيه السوريه بلدنا الحبيب وطننا الام، نحن ما زلنا نقول للعالم كله ونقول لاخواننا الفلسطينيين بانه القضيه الفلسطينيه بقلبنا، رغم كل ما عم نعاني من ماساه هي موجوده بقلبنا. هدف المسابقه الاكثر والاهم ونزرع الثقه بنفس التلميذ انه يكون موجود في كل مكان يحقق ويثبت ذاته بهذا الموضوع. يعني نحن كثير قدمتنا مدرسه تسهيلات كثير كبيره للاجتماع اكثر من 6 جلسات من جلسات احيانا، وتحدثنا عن الموضوع بشكل عام وكامل.